اصب لك مادي. ابو جوزيف شو؟ مادي مادي خلي عنك يا لك يا عيب الشو خلي عنك يا حياتي لا لا لا. انا ما بقبل قطعتك ابدا انا بدي احط المادي حياتي يا قلبي انت اهلا ابو جوزيف كيفك بشرب المادي؟ بالنهار منيح بالليل ليش؟ لا بلا سكر ما خلي لي اياك كلك حط لك سكر؟ لا لا يسلموا يسلموا دياتك يسلموا يسلمي 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 نعم 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 كلها بيت عتبة هلا لك ايه هلا لك بكرة دخلك يا بحر المواج حشت ادوف علي مواج خدت الحباي بقلبي واقف لي بالدرب سياج طيب الحباي بقلبي واقف لي بالدرب سياج بو جوزيف ويا عيوق يا ابو القد الممشوق مهما يزت علي مواج لما بيشوفك بيروح مهما يزت علي مواج لما بيشوفك بيروح صبي للمت بالكاس يا الكل كرقة واحساس دخل ربك وازك وروحي جد غازل ام الياس دخل ربك يا زك وروحي جد غازل ام الياس دخل ربك يا زك وروحي جد غازل ام الياس ما تغازل ما تغازل ما تغازل ان شاء الله بعد بالاخر افتحي لنا التلفزيون خلينا نسمع لنا شيء بدك تسمع شيء هلا بدي اسمعك شيء إلك زمان ما سمعت الله فات بالله أنا بعمله لأنه بتعرف لي لأنه سوري ومن عندكم وصوته حلو كل العرب بتحب هذا من جبل العرب ها ما عايش كتير فات بالله من السويدة إيه وما أجا مثله بعد لحد هلا الله شفت هذا لشو بينفع هي بيجيب فنانين لعبتي لك فهد بالله شوف شوف يا ابو جوزيف لك شوفه انا شايفه بس مليان مش شايفه طيبي طيبي صحة حبي ميل قصدت عينك على مسافة ألف ميل ميل طيب الله لك شوفي لها الشبوبية يا غصن الوفا والحب ميل مش مثل فيش عم بقلك مش عم يجمل قصدت عينك لون قصدت عينك لحاله على بيغني لون مسافة ألف ميل الله ما حدا تقلدك والعين والعين اسمع الله يرحم جميع الموتى يا عيني عليك لحتى يرحمنا نحن وعايشين والعين والعين والله يا عم الياس كثير ما تدقر يا ابو بعدين عنه شوي يا عم بلغت صعب بتعود عني يا ابو جوزيف بالراير يا عم حطونا بدمتك بالاخير حاطين هيك هيك حاطين اول وحده مارتي يخرب شو عم تقول بتجوز ما بتجوز بخني ما بخني ايش تحكي عندي شيء جوزي طيب عندي شيء عمي جوزك ما قال لك شيء ولا 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 مره قال لي حرام قلت له بعين الشمس نحن بعين الشمس بعين الديك مش ورا البيت يا عيني عليك اسمع اسمع واشرح لها واشرح لها وعن حياتي ايوه واشرح لها وعن حياتي روحي يا نفسي من عندها الله خيبر جميل ايه الله مسيهم بالخير اهلا كيفكم؟ شو كنتوا عم تحضروا؟ عم بحضر فهد بالله ام الياس نعم ناسيين السكر برا
مفتوح فوق بالخزانات إيه؟ طافت الدنيا. معلش انت طب شو اخذك على السطح؟ شو اخذني على السطح؟ وطرش فلتان برا. ولك يا خيي ما بس عم تقرقع عمادتي يخرب الضيف يلي برا يا سمين هشام الحاج. ولك يا خيي اترك لها من الياس قوم ولا لا قيل لها هشام. لوين اخذت لي اياها؟ ام الياس كانت عم تخلع عتابه؟ عم تخلع عتابه كنت عم تسمعي فهد بلال. يا خيي شو اسمه هذا عهد يا خيي؟ هذا على العهد يا كمو مش على الوعد. على العهد قال لي دقيقه بتقول لك اهلا بالحبيب لك اهلا بهشام نور لك ان شاء الله بيستمتع عيونك يا هشام حبيبي انت يا هلا وسهلا فيك يا ابني لك يا هلا ازيكم حبيبي اهلا وسهلا على الطبل والزمر لعند هشام الحبيب يلا وقف زقفوله زقف كبيري والله بدك تشوبش لخيك هشام الحاج يلا شوبش ايوه محبة بالاستاذ هشام الحاج بالاستاذ علي الديك فرحنا شوبش للاتراب عن طورة شوبش للاتراب عن طورة فلتحيا فلتحيا محبة بهشام الحاج بهشام الحاج فليحيا فليحيا عندك هون 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 ايوه ايوه نعم ويها لو حكيت الحق ما في لي جميل بين الخلية كلها مالك بصيل اهلا وسهلا فيك عنا بهالمساء خصوصي عند علوش بابو جميل اضرب اضرب جايب طلي مسحورة ولك بقلبي حفرت لك صورة رسام
بقلبي يا ويلي جايب طلي مسحورة وبقلبي حفرت لك صورة أهلا وسهلا بهشام أبو سطرابك عن طورة يا علوشي ويا عيوني علم يا ابن الزيتوني يا علوشي ويا عيوني تسلم يا ابن الزيتوني نحنا جينا بهالصهرة تنولي عالمسكونة شكلك مثل البدر يوج وحبك جوا ضلوع دش عين الخلقك ما احلاك ويا هشام يا ابن الحيش يا هشام لك يا ميت أهلا فيك يا علو شو يا غالي يا ميت أهلا فيك يا علو شو يا غالي ليلي بدي ياك الديك غني وتصدح بالك إن شاء الله بيسلم لي هالطول يا أم القد المنحول ريتو يسلم لي هالطول يا أم القد المنحول دخلك عنا يا هشام دخلك عنا يا هشام بالله شو راح تقوى جلسي عمراني والله جو السهرة شو كويس جلسي عمراني والله وجو السهرة شو كويس لك شو بتسوى الدنيا كلها ومن دونك رئيس الرياض طب اهلا وسهلا جرفونا احبابنا اهلا وسهلا شربل طلوا طلوا صفي جو السعادة رش طلوا على الجديد الأحباب يوم طلوا
في جو السعاد يرش طلوا إزادي بالتجافي صار طلوا حملنا بيكلخن يا بالديان بنقولها بغير طريقة لك على الجديد الأحباب طلوا صفي جو السعاد يرش طلوا كل ما صرخ القلب كل ما صرخ القلب يا حباب طلوا لقيت أحباب من أطيب حباب غني عتبة نزل لي في سبب لا تزعل وداعي انت يلي ما حضرت ليلة وداعي ما في سبب لا تزعل وداعي انت يلي ما حضرت ليلة وداعي وانا اللي رافع العشرة وداعي علي ظالمين بلا سبايا يا يا سيرة عرفوا هالعدا فينا وشمتوا بعد ما الولف ببوسي وشمتوا عرفوا هالعدا فينا وشمتوا بعد ما الولف ببوسي والشمط حبيبي 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 ايه حبيبي بغمرته عطره والشمط وشعرت الورد لبسني لدياب جنوا العدا وما فرقوا بينا جنة العين ما فرنا ما أنا دخل اللبس الفستان ع مقلوب الله دخيل اللابس الفستان ع مقلوب يا ما الحب زمانه ع مقلوب نمت وحلمت بإني نمت وحلمت ع زندك ع مقلوب فقت الصبح ما تقاتل مع البياض الله الله
عيونك عيونك يا كريس يا كريس عيونك عيونك يا كريس مرمروني وعلى كل المفارق مرمروني يا الوحياة الإمام والنبي وحياة الإمام والنبي ومرمروني لحلف بعد منك على حبايب احبابي احبابي بسهم فرقتهم علونا وعلى سبع سما بحب علونا احبابي بسهم فرقتهم علونا وعلى سبع سما بحب علونا واجت تفاح يتفرج علونا خسر لون الطبيعه وانسحي يا خلاص يا شباب هلا بروح صوتي خلاص يا شباب يا هلا السهرة اللي مبلشة هيك بلش من عند جريس بلش ما يغازل وانت ليش تنقهر؟ يا ابو قهر بس لك بشرفك مين بلش قبل مش انا بلشت ليك علي مش مقصر ولا ليلى لا 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 بس الليلة معلش ليلى ديك ما هو كل ليلى ديك لكن عالفي بس لحظة بس في مثل بيقول طلع عديك وشوف وين بيوديك ايه بيودينا بيودينا المطارح حلوة هو عم بيقول لك الليلة بيبوي ستراب عنتورة وبوي ستراب حملية والمشي ايه والله لك شو هالصدفة اهلا وسهلا بهشام الحاج انا كثير مبسوط لانه لأنه اجتمعنا يا حياتي اجتمعنا بس أنا عم بعرف شو بعد من زمان أنا وهشام؟ إيه هلأ أول مرة عم بعرف إيه يعني قديش 10 12 سنة 12 سنة 13 سنة إلي أنا وهشام أيوه أنا وهشام إخوي كنا نشتغل يعني بذات المحل بمحل واحد كنا نغني مع بعضنا وهشام ابن بيت هشام ابن عيلي مربى مؤدب محبوب كان صديقي يعني كنت انا وياه دائما وابدا بال يعني ابو دياب صاحب المحل حبيب القلب ابو دياب ابو دياب هذا من الشام شامي يعني بدي اقول لك اذا ايش كان بدك خذ وايش كان بدك تعال بيقول لي مره قال لي كان كنت مثلا بجيب له بشهر بجيب له شهر عالم مليان المحل في يوم بيجي مثلا بيجي ثلاث ارباع المحل هو ما حدا بيجيب غيري انا وهشام ما حدا كان يجيب هي العالم اي والله فنجيب كل يوم كل يوم كل يوم فبقى هو الايام الكبيره بتشيل الايام الصغيره بس إيه؟ انا كل الايام كبيره يعني يوم يوم ماشي الحال اذا ما في طولتين لا يعني لا لا مليون ايه زين شي قله يعني اكيد عيونك ما نم بظهرك عيونك وشك وشايف هشام حبيب القلب طمني دخيلك طمني اول شيء عن شربل وعن لك بجنن وحبيب القلب بجنن وبسلموا عليك ان شاء الله صحتنا منيحه يا حبيبي كثير السلام بدعوا لك وبحبوك والصحه منيحه الحمد لله يا رب يا رب يعني ما في احلى من الاهل بالحياه اه طبعا شربل صحته بخير الحمد لله زعيم بي زعيم. لانه بعده لهلا عايش بكل الصيف على 1800 متر وعنده جنينه تفاح بيشيلها هو على زنده ف يا لطيف بيطلع هو وامك واخواتك بالصيف طبعا بيطلع هو وامي يعني نحن بتعرف كل واحد مشغول بشغله ومنطل جورجيت بتحب الضيعه ولا بتحب المدينه؟ لا بحب الضيعه كثير تناتي اهلي ما نزلوا من الضيعه ما نزلوا لهلا دائما دائما بفوق يعني دائما عايشين فوق صيفا شتاء؟ صيفا شتاء من اساس كنا ايه زمان انا ربيت بالثلج يعني امبارح قالوا اجت اليكسا ضحك عيني عليك بتذكر في سنة 82 طلعنا من نحن بالطابق الثاني
نعم. البنايه بي وعمي معمرين، نحن بالطابق الثاني. ب 82 مشينا من البلكون على الثلجات يا ويلي، مشينا دغري دغري هيك. وين في أليكسا؟ هلا في أليكسا، ايه في قشرة الثلج سكروا المدارس. هلا الله يبعث الخير ليضل في ماي. امين امين. ايه والله. هلا وشو كان بيتكن انتو؟ شو كان عندكن صوبة حطب؟ شو كان في بأيام للدفي البيت؟ بابور حطب ومزوط بتاني ماي، بالمطبخ مزوط وبالشطي حطب. والبرد كان قاضي. يا ويلي. لو تشوف كيف نطلع على المدرسة، نطلع على المدرسة يضرب الريح بوجهنا، نوصل عند الراهبة ينفضوا لنا عيوننا ومخنا لنفوت على الصف. عم انا كنت بزماني هي ما بسموها سيارات، ما في هي بسموها زهري، هي راس المنخال. ايه راس اسمه الزهري، قل له زهرة منخال راح بتنتر يا يعني. الذي احلى ايام، بس احلى ايام والله. هو سألك عن بيك وامك، انا ما راح اسالك عن مارلين وإيمانويل، بشوفهم كل جمعه بتشوفهم بسان جوزيف بالمدرسه، ابنه بيعمل فوتبول مع اولاده، ما تشوفه مثل الزرق صار عمله مثل بيو، قلت مثل بيو شو بدك والله بيشبهه. ايه والله عنده هالخدود هيك، عنده الخدود الحمراء تبع تفاح عنطوره. عفيك هيهون. انا كان عمره سنتين ابني، نعم، وما قبل السنتين كنت ربيه مثل العسكر. كيف العسكر يعني؟ شلت له دولبين تبع البسكليت هودي اليمين شمال. حلو. روح. ورحت اشتريت انا بعد عمر، يعني مش عمر يعني، بس انه بعد فتره طويله اشتريت بسكليت انا وصرت امشي وراه. علي تيزك تيزك. علي فهو بدوس تيمشي صح. لك الجيران حرام عليك، قال له علي 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 يعني علي يعني وقف وقف وذكر. علي ما بعرف الكلمه لا على هوا، بس لا 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 نعم نعم انه ولد انه ولد ولد صغير تقول له علي افيك ولد ولد, ولد صغير شو بقول له؟ شو بدك تسموها انت؟ ما بعرف شو بتسموها. بيقولوا له يقبرني خيي، بيقولوا له ما ادري شو بيقول له. ابنك مغنجه كثير؟ لا لا لا. برافو عليك. نحن مثل ما ربينا بيي، انا بربي اليوم لحتى يطلع الولد مهذب وجدع. صفات هذه لازم تكون تهذيب ورجوليه بذات الوقت. لما يكون ني ني حلو وغليظ وغليظ وبلا اخلاق وما فيك تحكي معه كارثه. شفتي هاي هاي الحاله؟ بتعرف شو انا ما بحب الحديث كثير عن الامور، بس اليوم يعني شو الحاله انه خيو ابني افيني ما فيك تكون عليه، ما فيك تتعيط عليه؟ شو تخيل؟ ايه دغري بيبكي كمان، تبقى دمعتهم سخيفه. لا اليوم بقول له لبيو مثلا شو، ما بيقول له بابا، ما بيقول له بي. اوقات بتفاجئ انا بزعل بعت له يعني اسمه. حلو انه يضل فيها بيي بيي بابا، بس اصلا بيي اطيب من كلمه بابا طبعا. وبيي بالعربي انا كل يوم بعيط له بنهارات، لك بيي طيب شو جاي، عرفت كيف؟ ايه ايه مش بقول له لك بيي يعني، مش بايدي بقول له يعني، بس انه هو بعيط لي بابا. هشام مجوز بكير يعني؟ من كم سنه تجوزت؟ 10 سنين. اوه اول ما انشهرت ضبطت القصه رح تتجوزت. قصه طويله. ان شاء الله ان شاء الله بتتهنى حبيب القلب. ان شاء الله يا رب تضل. الله يخلي لك. الحمد لله عندي عائله حلوه وان شاء الله بعد ان شاء الله قدام ان شاء الله ان شاء الله. هشام ابنك وحيد؟ انت ما كنت وحيد. انا عندي اخت وحيده، اخت وحيده صح. شباب الله يخليكم. خيك الي معنا الليله كمان. خيي معنا بالكره. ايه. ايه. على راسي. شو اسم اختك؟ مينودا. شو؟ رحمة بيك. شو؟ ايه مينودا مش برحمة بيي، بيي بعده بيي الطيب رحمة الميت. برحمة الطيب. الطيب اطيب من رحمة الميت. مينودا ولك منين جايبين هالاسم؟ ما بعرف انا كمان. بيي جابه جابه من فيلم سينما هيدا. شو فيلم شو؟ كان عم يحضر هو امي، كانت تحب لي اخذها بحب الافلام الهندية. في فيلم حب هندي. ايه اسم هندي لكن بالسينما. بتعرف من زمان؟ لا مش من زمان كثير، نحن مش هالقد عمرنا خمسينات وستينات بس. صح صح. الفكره انه كانوا قليل ما يروحوا. تخيل احنا كنا نقى هذا الفيلم الهندي وراح حضره، طلعت البطله من الجميلات اسمها مينودا. هلا ما كان في لا ايكو لا يعرفوا شو معها ولا. هلا اذا عمل لها هيك اذا في بنوت بدي اسميها مينودا. يا ويلي. حلو. ربك. اسمعي. قل لي. الله كبير. بي ما راح حضر فيلم لبروسلي. واللذي انه لليوم ما في اسم تاني بلبنان مثل اختي. صح. ما في. انا كمان اول مره بسمع. لك يا عيني انت وعائلتك يا هشام. حبيبي القلب. بكره بنطلع على اهلك وبنطلع على عيوني بتشرف والله. للاسامينا هاتي اسامينا. هات يا حبيب. اسامينا. هات يا روحي. الله شو بنعملها راست على الفا منيحه. لا اعطوه من نمن كان على الفاء على القاف على الميم.
بروسلي جاك الشاه. السمينة شو تعبوا أهالينا تلقوها شو افتكروا فيها. الله يا هشام سامي كلام شو خص الكلام سامي كلام شو خص الكلام عينينا إني يا سمينا. يا هشام باب القلب حبابي وين ما راحوا يحلوا قلبي وعقد دمومي يحلون كاس المر بالمبسم يحلون ويصبح كاس طيب للشرايا بترحلك مشوار احلى قلت لها يا ري بترحلك مشوار قلت لها قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قلت لها بطل بطل خليني بالبيت قالت لم كسر تكسير ما بمشي هيك مشاوي لم كسر تكسير ما بمشي هيك مشاوي قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير شفت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطل يا عيني يا سلام يا سلام هشام عيلي اربع اولاد وبي وام شو كان يشتغل احنا عصام ومينودا والي وانا البي شو كان يشتغل شرب الحبيب بي معلم نجار موبيليا ابو هشام ايه ابو عصام عصام الكبير نعم كان عنده معمل نجاره و تعرف مكانات وهيك لكن بعدين بوقت ما بعرف اي سنه بالضبط قطش صبيعه اثنين هون قبل منشره بالمنشره طاروا لكن ايه بالرابور ايه طاروا ما عاش فيه يعني يشتغل تعرف فتره وقف فتره ورجع على التجاره صار يضمن فواكه وتفاح
بيضبوا بالبرادات وبيرجعوا بالشتي ببيعون. وبي وعمي كان عندهم 2 كاميونات دوج حلو يطلعوا على البقعة مثلا ياخذوا سهلة خس فيها شيء ما بعرف كم ألف دلم. كنت تشتغل مع بيك بأيامه ولا ما ساعدته؟ كنا نطلع مبلا كنا نطلع ولاد طلعنا منيح معه بالقطاف طبعا طبعا عيني عليه. طلعنا على جنين تفاح على الكرز. نعم. مش ما خلينا. نعم نحن أولاد نطلع نقطف ونعربش و الله كلها صحة ورياضة ونحمل القفص. كانت المعيشة صعبة هالحكي يعني بالثمانينات على فكرة الحضارة يعني بركي هالحادثة كمان أثرت نوعا ما على وضع العائلة معيشة ما بعرف يعني مش نسبيا مش كتير يعني ما صار في إعاقة كاملة بتعرفي بس إنه بيي إذا بدك بشيلة من تم السبع يعني جدع وشاطر ولا مرة كنا نحس إنه في ضعف انضاقت العائلة إنه انضاقت العائلة كتير ما مرة انضاقت بلا لا مرقد مثل كل الاحداث اللي تهجرنا من عنتوره خي البي نزلنا على قرد شهوان يعني بعيد بعيد شوي هون بالمتن يعني بس انه تركنا الضيعه واحترق بيتنا كله وراح الفرش وكانوا عاملين احلى بيت قبل العرس وفارش كل شيء راح كل شيء رجعت ورجعنا بعدين لك البي خي هشام لك بدي اقول لك شغلي البي يعني قصه كبيره انا بدي احكي لك قصه عن بيك عن بيي انا بيي بزمانه بتعرف كمان عندنا دكان بتعرفون دكان لحمي يعني وزلمه مطعم ببيع بيشتري دكانه صارت باللاذقيه كان يا ريت لو استاتك يا بيي ما تشتغل بالدكان هلا اغنينا المهم فبيقوم بيي بيشتري بتعرف انت بيشتروا اللحم على الواقف ومع النايم شو عرفت شو؟ ايوه فبي يشتري لا على القبان ولا على الميزان وظلت وكانت امورنا منيحه الشلف بيقولوا الشلف لا وامور منيحه الحمد لله كانت كثير بال 86 85 خسر شهر 2 3 كل البلد خسرت بايامها فبي ما كان يعني هذا الشخص اللي بيمون كثير بس كنا سياره وبيت مرتب مثل هيك نفس حالتنا عيني عليك ولبس حلو يعني مرتبين بيي من وقت اللي خلقنا بيلبس خاتم ذهب بايده هيك صب وساعته مرتبه سبحان الله نفس الشيء يا عيني عليك حبيبي الان بعده لهلا بيي بيلبس اي خاتم صب وحاطط عليه حرف اج واد هون على هذا ايه بالاجنبي لمره شفت لامي مرقت محيل على شوف البي قديش البي بيعمل بس ما بيقول شو عمل طبعا شفت لامي قاعده يعني امي ما كثير بتهتم اذا راح ضل يعني ما بيعينها شيء بس شفتها هي وما تسوي الطبخة شفتها ما تبكي أمي قلت لها يا مولي ليش ما تبكي أنا هيك قلت لها شي بيقال والله ما في شي يا ابني قلت لها بالله قل لي شو ليش عم تبكي طب احكي لنا قالت لي والله تضايقنا خلص انكسر البي ايه انكسر ماديا قالت لي باع خاتمه لحتى يطعميك بخاتمه ما حد يعرف فهذا هذا البي نحن هذا البي اللي ما ندور عليه حياة البي مهم كثير نحن دائما يتضوى على الام بس بالنهايه في ركن اساسي هو يعني بس كمان اوقات كثير خاصه اذا البي محافظ على عائلته او بتخبي على زوجها واولادها بمطارح انا اهلكت العالم من كثر ما حكينا عن الام طبعا بس البي كمان طبعا البي قصه كبيره البي بيعطي يعني البي بيشتغل البي بيروح بيفلح البي بيبيع البي الام قاعده فوق راسنا وتعبانه بس هو يا حرام يعني مثل بيو ما يقول لك راح ودياته بالمنشر أيوة. طلع اللي بده يشتغل ضمان اراضي بده يطلع الساعة 4 الصبح ما بيجي للساعة 5 6 العصر ما يناموا بالليل ما بيناموا تفضل شوف البيات نوعين رجال نوعين يعني نعم. في الرجل لما بيكون حاضن عائلته مثل بياتنا ما فيك ما تحترمه يعني ما فيك يعني انا كثير بحترم بيي لانه بعرف قديش هو عصامي وقديش هو ضحى وقديش هو لليوم حاضن عائلته بيشتغل وبعده لليوم اذا بدك يعني سوري على التعبير بس اذا بدك تعطيه 100 دولار بحس حاله اوف لا في مشكله يا عيني عليك يا عمي ما انت ربيتنا هو بالنسبه له بضل هو هو اكبر بكثير منه طبعا فمنحيي كل يا عيني عليك هشام بتحاول تعلم ابنك انه يكون حريص بتحاول تعلمه هالقصة انه يا ابني يكون حريص مثلا يعني انه يحفظ نعمته بتحكي على الماديات ايه يحفظ نعمته ايه نحن من اليوم يعني دايما بس يطلب الولد شيء بتقول له ايه تقبرني وبتعرف الاهل هيدي عاطفة دايما انا وامه بنقول له في اوقات
بنقول له ليكون بيي انا اشتغلت شوي او حلو حتى يضل يفكر انه طب انا بدي اروح. بقول لي انت بدك تسافر، ليش بدك تسافر بابا؟ بقول له بابا اذا انا ما سافرت ما فيك تتعلم، هلا بدهم قصه المدرسه. بتضلك تحط له براسه انه لازم انت تشتغل لتعمل. دائما لازم يحس الولد مش بامرك كل شيء. جبت له مثلا هالميكرو اليوم، بكره بدك سياره، بتقول له بركي على عيد. انتبه شو في للهشام للحديث وللخبر اللي عنده ضروري ضروري للعلم. الولد بيفلت بعدين اكثر من هيك. عاملين له اجي نحن راح بالطيب اجي هو بجمعها وبيرجع من بعد ما يصيروا كتار بناخذ له اياهم على البنك وبيصرفوهم. كل يوم بده 5000 ليحطها بالاجي. لا لا مش ضروري مش ضروري. ليكو احيانا هشام الحاج والله تحية كبيرة لهشام. شو ابو جوزيف شو رايك بكلامه؟ شو؟ ذهب بشرفك. تعال عندي تروح لعندي. تعال عندي دخيل ربك. تعال ابو جوزيف والله ابو جوزيف قرب له شوف لك التاريخ شوف له التاريخ ولها الحضارة ولها الأدب. ابو جوزيف الحبيب تعال ابو جوزيف سيك هاي الميكروفون تبعك. انت يا ابو جوزيف بتحاول تقول له لابنك يا ابني احفظ قرشك الابيض ليومك الاسوأ. نعم. قرب الميكرو هيك. تاكل خبزك من عرق جبينك. نعم حلو. باللفات والدوران والهاي والهاي ماشي. نحن سكين الارض ام الارض ام ايه. شو تعطيها بتعطيك تاكل. اللي عنده كمش الذهب واللي عنده كمش التراب كمش الذهب كبه وكمش التراب حظها. ما خبرتك انه عم بتموت العيله من الجوع ايام بي بخبرنا. يا عيني عليك. اللي اخذ كمش الذهب مات من الجوع واللي اخذ كمش التراب عيش. حلو. يا عيني عليك. الله يخليك. التراب كنز بالنهايه لانه اصلا الحياه بلشت من الارض والارض بتضل هي الحياه. انا بيي لليوم بيقول لي بده يجيكم ايام رح تعتازوا تزرعوا لتاكلوا. يا عيني عليك. يجي لانه ما بتعرف الزمن. يا لطيف للحديث شو بيطربني. حب الارض، حب الاهل، حب التربيه الصالحه، حب التربيه. هول اولاد المتن يا علي. كل اولاد اولاد لبنان وسوريا وكل الدنيا. هشام اي غنيه بتذكرك بهالمرحله؟ فيك انت بنت 3 سنين. حلو. في شو اسمها كمان الله يطول عمره استاذ سمير يزبك. يس شو اسمه يا عند وحده بالحي. يا عند حلوه بالحي. نعم كان يغنيها ابو وديع كمان. وانا كنت احب ابو وديع صغير كنت صوتي هيك بعده بسموه صوت رفيع يعني. لكن السماء ما بالغ الصوت. بنوجه له تحيه ابو وديع تحيه كبير كثير. كنا نغني هالاغاني. بدكم نغنيها هلا؟ يلا يلا يلا. عند حلوه مايسترو. بدي انا اول شيء حيي كل الشباب شبابي وشبابك الليله الفرقة الموسيقية جميعا. بدي اشكر شبابي بقيادة المايسترو لبنان خليل يلي منورنا بحضوره معنا. ميت ورد. زقف له يا حيدر. زقف له زقف له زقف زقف بيدك. ايوه لك. ايوه حبيبي. يا هلا يا هلا يا هلا. اسم الفرقة كلها كمان بنحييك. يا اهلا وسهلا. ناخد عجم سول. يلا. يا عند حلوي بالحي انا عند منك بشوي. يا عند حلوي بالحي انا عند منك بشوي. قلت لك جانن فيك انت وشو بعمل فيك. ابدا مش رح راضيك لو بتعبي السلي مي. عدد حلوي بالحي انا عدد منك بشوي. قلت لك جانن فيك لك انت وشو بعمل فيك. وابدا ما رح راضيك لو بتعب السلي مي. طيب طيب طيب. هاتوا اعطونا بيات الدوب. اوه بيات الدوب.
وفاق على عنطوره وبكن وعيونه انا البردان دفوني عقرمات عندي برد كتير انا البردان دفوني عقرمات وجوادي من السفر صابوا عقر ماتوا اهالي حملايا قد كذبوا عقرمات يا من عشق شباب عنطوره شاي يما رمان الهوى يما مو بيدايا مجروح جرح الهوى يا ناس ويليا يما رمان الهوى يما مو بيدايا مجروح جرح الهوى يا ناس ويليا يما رمان الهوى يما مو بيدايا مجروح جرح الهوى يا ناس ويليا رح غني هالغنية
صوتنا يا خالي او تتلفت حوالينا الله الله لك عينك على جارتنا يا عيوني والله عينك علينا هاني بسك تيجي حارتنا يا عيوني او تتلفت حوالينا الله الله هاني عينك على جم الياس يا عيني والله عينك علينا الله الله والقلب مجروح بدو مرهمة
الياس طعمينا يلا جعانين جعانين لو تعرف لو تشوف ام الياس عمر نحن الصحبه والله بتعرفها ايه كيف قومي قومي طعمينا وين بس سمعت بهشام الحاج كيف حبيبي اول شيء حبيبي بدي اقول له اهلا وسهلا بهشام الليله نور الدنيا كلها سوا كل الحبايب معك هاي اول شيء وثاني شيء هشام انا عندي اربع بنات وهشام الخامس بينات بنت يعني لا 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 تسلمي يا حبيبي هلا هشام بنقول له هشام انه نحن عم نعمل زعتر مثل البيعه ايه هشام شو بدك الله الله عزيز شو بدك زعتر ولا جبنه؟ زعتر مش منيح نحن عم نغني جبنه منيحه تزبط خلينا نضل نسمعهم اشياء حلوه يا علي يا عيني عليك وين انيسه؟ انيسه؟ انيسه وين انيسه المسؤوله عن كل شيء برا عن كيفك انت والطيور والجيش شو؟ عندك بضيعة؟ قصة ذكريات قصص ما بتخلص والله ما بتخلص. اليوم بدي طعميك بالإضافة لأكلاتنا بيض بلدي هلق جبت لك لك أهلا بأنيسي لك بلدي أحمر وأبيض بلدي شغل وين هون أنيسي ما بلدي بلا أكيد يعني وين ست أنيسي شو؟ شوفي أنا إذا فقشت بقفرها احكي 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 له انا اذا فقشت بعرفها اكيد طازه شايلينه اليوم من الان لك بتعرف شو الدجاج اذا ما كان عم يرعى برا طبعا يعني هاي رعيت العلف وتشلح له حنطه وكذا الدجاج بده ياكل ما بيعطي لون الاحمر اذا ما اكل من دود الارض ومن العشب الارض ومن بينقود الدجاج لياخذ اللون احكي لي احكي لي يا زلمه احمر تبع صفار ايه طبعا لك لك بده يكون البيض البلدي هلا انا بتروح مرتي عفوا من قطع حديث علي بتروح بتجيب متى بيقولها بيض بلدي بس افشها بقول لها رجعيهم كلون انت هيك انا بقول ما بقدر يعني انا ربيت دجاج وبعرف ربيت كثير نحن اولاد أي يعني اي سنه يمكن 87 85 بهالوقت كان عمري شغله 10 سنين يعني كنا بعدنا انا وخي عصام ربينا دجاج وربينا ارانب ربينا قديش ربيت دجاج؟ كم طير دجاج؟ يصيروا شي 40 وندبح ونرجع يصيروا 30 وندبح ويصيروا 50 وندبح ويضلوا وحمام وحمام ودجاج وارانب و400 طير وصلنا باوضه وحده طيور عصافير انتبه يلا طيش طيور يلا طيش عصافير يعني كل انواع العصافير العصافير اللي بتصيدهم ايه كله بيجي لعنا الغريب بيجي يعني بسبس حبشي كان فيه بسبس الماني راحوا انقرضوا النعار بعد فيه شوي صغيرة فيفيح الحسون السم حسون فيه حسون ايه سوق بعده حسون هون بلبنان ايه طبعا يعني اصطاد على الدبق ولا على الطفوحه ولا على الشبك انا كنت بالمواسم متى ما يكون معنا تفيفيحه يحطوني تحت الشله انا بحكي لغه عصافير انا مسقف وقعد فكرني هيك ايه مسقف عصفوري تحكي عصفوري سمعني تحكي عصفوري سمعني تفيفيحه ايه بعد اول شيء صار لي زمان مش عم بحكيهم ثاني شيء هلا بيكون نشف ريقك مع المغنى بيكون بيطلع احلى انا وصغير حط الدبق صيبون وقت ما يكون عندنا تفيحه اقعد بيكون عندنا ضرسه اقعد بيكون عندنا بسبسي اقعد بيكون عندنا حسون اقعد يا لطيف تحت الشله وجيبون سلونج وربيت ارانب ومعزي كلهم معزي في عنزه اول ما ربينا عن مش معزي شلعه يعني نحن كنا اولاد بتعرف ننبسط بكل شيء صغير نعم جبنا اول عنزه كانت بتعرف ببيع عنزه يعني ايه. ولد ما فيها توقف ايه. جبناها في معاز يمرق من حد البيت نحن بيتنا على كتف الوادي نعم يمرق يا ويلي قامت امي قالت له الا ماما بدنا بتعرف ولد قاعد بدنا عنزي بدنا عنزي لك يا امي عنزي يا امي قال لك يا امي هيدي العنزات مش قلنا اخر شيء قالت له بدنا شي عنزي بس يخلفوا هالعنزات شو حقها يعني قال له تكرم عينك جاب لنا عنزي بعدها ولد
ما بتقدر توقف. جبناها حد الوجاه حد البابور وحطيناها بكرتوني وجبنا ببرونية ولد صغير طعمها طعمية حليب قد غنجت العنزي حط الببروني وامي تساعدنا وحياة الله العنزي هيدي العنزي حلبة حليب وكان فيها خير ما حدا بيصدق يلا طيب هاي وحيدة ما عندنا غيرها نحن نحلبها أنا وخي كش 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 كل يوم حليبات الصبح يا أنا كل فت خبز كل يوم رغيف خبز مع الحليب كل يوم بس فت رغيف خبز طبسيط حليب بتفضي فينا الخبزة أنا كنت أكل مع خبز لك والأهم من هيدا كله بقوله كمان الحليب كنت أشربه مع بيضة نية ايه بيضة بلدية بلدي كله فالت بلد الأصلي بيضة نية اخفقها مع الحليب الطازة وملقة عسل بلدي يا عيني هاتوا لنشوف هاتوا راعي الغنم يا راعي يلا من لالا دو يلا أنا وهشام دو إذا بتريدوا شباب خش في المرمى وقف يا راعي الخواطر وارتمى من ايدي راعي اعظم بيت عتابة بالتاريخ مين كتبه هذا هذا الموال يلا جميل جنيد يلا اسد فقره عند حسب ظني غناه فؤاد غازي حلو قال له خشف المرمى وقف يا راعي الخشف الغزال وال... طبعا الخواطر وارتمى من ايدي يا راعي بتعرف شو اليراع القلم قلم تخيل لك شوف لها شوف لها العتابه طبعا نرجع الي خشف المرمى وقف يا راعي الخواطر وارتمى من ايدي يا راعي في حدا من شعوري راعي ما في حدا من شعوري راعي يقل حالة تبقى أصعب مصاي أو راعي الغنم يا راعي يلي مضيع زويتك راعي الغنم يا راعي يلي مضيع بزويتك براس الطالعة يا راعي حملتها ومستنديتك يا شربيل يا عين عيني ولك تقلق يا خيال خالد وينهم اضبط يا ولد الله تعالوا 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 يا سامر تعالوا مع بعض تعالوا يا حبيبي تعالوا عدبكي معي بعضكي الله عليهم عشق الله الله يا جملة يا عشيق زماني خصرك يا خيصاراني اهلا لولاك
قلت لك يا يما بطل يجي علينا طلعت له شجرة بدربه قطعيتي الشوف علينا يا سلام. انا وياك لك يا هشام الحج يعني العلقه كبيره يعني اذا بتقول له هلا خليني طوي بدي اخلع لك بيت عتابه وعقد حلوه حلوه القعده هيك لانه نحن راسنا على بعض تفضل ما شاء الله تفضل ما شاء الله بدنا نحكي عن جدك الله يطول بعمره بتعيشه كثير اسم الله بيت الحج ايه ماشي حال دقيت على الخشب انا قديش عمره جدك يا هشام هلا عمره راح يقرب من 90 يعني ب 88 يمكن اسم الله عيسى جدك ابو عيسى عيس. ايه. الله الله يطول لك بعمره حبيب القلب خلي لك انا عارف. بعرف جدك كان بده يصير مطرب وصوته طيب سمعت هيك اخبار بزمانك حكيت لي ما جدي سجل بالاذاعه اللبنانيه يعني سجل ايه. وكتب له اسعد سابا قصيدتين او ثلاثه بقى انا حافظ اثنين منهم حافظهم كاملين انا لانه انا ولد كان يضل يغنيهم غنيهم معه وكتبوا له اشياء مثل الراديات وقصص وسجل بالاذاعه قصيدي غنيه ولا قصيدي قصيدي يعني قصيدي آه. قصيدي حلو قصيدي فيها شيء ما بعرف كم بيت حافظ بيت. حافظ بيتين شيء طيب حافظ قل لي بيتين حافظهم قل لي بيتين من القصيدة اوه بتتذكريني مثل ما بتذكرك سيجا لانوس بمول كلمات شاعر كبير أسعد سابا الله يرحمه تذكريني مثل ما بتذكريك عالدرب حد النهر بخيال الشجر برمي في حجر بعدها روحك عروح مرفرفي مثل ما ترفرف النغمة عالوطن لارتاح فكري ولا جفن عيني غفاي
يبع منك نظار. في هيك مقطع كان يقولوا يا محلاك الأيام مرت مثل بصر بنام، عمر الحقيقة ولا وما عاشت غير الأحلام. يا محلاك الأيام قاعد ابكي عحالي مرت احلى الليالي، قاعد ابكي عحالي مرت احلى الليالي، بذكر تحت التوالي لم كنا نفرش وننام. يا محلاك شاغلي فكري وبالي عليك انشاغل دلالي، شاغلي فكري وبالي وعليك انشاغل دلالي، ولشاغلي فكري وبالي عليك انشاغل دلالي، بدي ابعت رسالي لقريس عيون الدنان، ميم على عمام وحور وعلي يا حمام، يا حمام طير وعلي ودي المحبوب السلام، على ميم على عمام وطير وعلي ولي طير معلي بالضيعة علي عالضيع سلام. ما نحن بجلستنا كل ليله بنقول رزق الله هاك الايام. شفتي شو حلو هالكلام؟ حلو كثير. يا محلى هاك الايام، بس ليه ما جددت شيء والله وما عاشت غير الاحلام؟ صح، ما جددتهم. ما جددتهم، بغنيهم بالحفلات دائما. يعني في مين بده يشلح عليك يا قمر، في بتتذكريني بمرق منهم بالحسب حسب الجو يعني. جميلة، في ناس بعدها بتعشق. وصل كشك، جاهز الكسر، بيعشقوا هذا القصيد اللي تغنى. جاهز اللي جاهز. إليا بيضة، إليا بيضة يا الله. إليا بيضة كان وحياة عيسى ورب موسى والخضر، ما حلي غير عينيك الخضر، وحياة عيسى ورب موسى والخضر. شوف شو كان ال نعم الميزة لكم بالموال القديم تبع إليا بيضة وإيام جدة. ايه نعم كان نعم. يقولوا هالنغم هيدا ورب موسى والخضر، والخضر ما حليلي غير عينيك الخضر، ميلي مع النسمات يا مروج الخضر، حتى غزال الحير عاش بينا. اسمع اسمع الأوف كيف كانت. خليكي جميلي، خليكي بيت هذا كان يقوله جدي برضه. اعطيني فكرك بنيا وباليك، يا جسمي بلا وضانك وبالي، لحق
يشبه الزيبة وبالك تسلط على الصخر حل وطراي ألم مجرة ما بيخلص والله هاي 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 والله ما بيخلص هاي حميمي أدبح حلوين وحيد قوم لعن جميل يصب لك شيء داخل يا حبيب قلبي يلا يلا والله عملت لك أهلا وسهلا لعيونك دخيل ربك يا مالك نرجع لحكايتنا انا وياك يا اهلا يا اهلا يا اهلا بعلوش شو انت اذا فرشت البيضه بتعرفها بلدي شو من شكلها من شكلها مبين يا جميل والله فقيسي يلا روح بخدكي انت بتحب الكشف يلا بخدهم مع بعضهم اوكي خيي بحبه كثير انا يسوينا ما يسويك ها بالشتاء حبيب القلب طيب الكشك بالشتاء شوربة كشك الصبح بالشتاء ايه لك نشوف الصبح بتموتينا من الشغل جريس لايكو يا ويدا يا ويدا عيني عليك شديد الله بس الكشك ها شديد شوي طلعوا شديد مع شوي المطبخ انا ما شو عملت هي التهت باصواتها عم نغني ولك انت طير بيتمثل على اساس تغلبيه لا على اساس بدك تغلبيها بالطبخ شو بدك مغلبتيها؟ شو بدي اعمل لك؟ شويه مي يعني معلش بس طيبين هم تعبطوا طيبين دوق عملك دوق طيبه والله دوق يا ويدا اه منيح ما حدا بيعمل يسوي كشك خلص هذا الكشك بيعمل ما دقته خلص لا والله لا والله حماتي بتسوي اطيب انا اكلت شغل دقيقتي الياس عمري ما دقت هالكشك والله طيبين شغل دقيقتي مايسترو قرب بعمل لك بس طيبين كثير اه لا لازم يكون شيء احمر الكشك كنت اكله بس بلا التوم انا بس شفتهم التوم منه وما حب كثير اللحم تجتمعوا هيك على الكشك على ترويقة الكشك هو طيب بلا اللحمة هو طيب بلا اللحمة انا بحبه بلا اللحمة بتضيع على قوة التلج يا الله تنزرب ايام ما تروح على المدرسة اربع خمسة ايام ما يا زلمي انت عم تحكي لي قصص يا زلمي عم تدخل عن طورة عالية عالية نحن 1300 متر ايه عن طورة 1300 متر عن سطح البحر ايه عالية عن طورة تتلج نضرب المثل فيها بتسكر طرقات خلص يتمون وخبز ايام يعني ايام التلج لهلا ايه اكيد العيش تعرف كيف كنا علي كيف كنا نغسل ايدينا نجيب التلج من برا حطه بلكن كبير نعم على البابور لانه ما في مي بالاساطع ما في مي جلب بلوك ما في مي تفتح بدك تغسل ما في مي ما في شو نسوي؟ تروح تجيب التعبي بالتانكي تطشط بالبدك ايه تحطه على البابور ليدوب التلج يصير مي وتغسل تقدر تغسل بدك تخلي تبعلي هيك على التلجات وعلى القصه عنطوره عنطوره بتغني عنطوره يلا عنطوره بدي اقول لك شغله مع عنطوره نحن يلا طبعا بوجه تحيه لعائله بيت الرحباني كلهم كبار نعم. من لبنان عنطورة ستهم للرحابني من عنا نعم مشان هيك عملوا لها سته من فوق لو في زورة راحت على العيد والعيد بعيد غناها الاستاذ وديع وقتها بمسرحيه هو ست فيروز ايه لك عيني عليك يا ملك عنطورة لك عيني عليك يا ملك الله الله يا طراب عنطورة يا ملف الغيم مستوح العين ستي من فوق لو في زورة راحت على العين والعيد بعيد الله الله يا طراب عنطورة يا ملف الغيم مستوح العين ستي من فوق لو في زورة راحت على العين والعيد بعيد مكتوب
كتير نبيد. الله الله الغراب عنكم يا الله الله يطراب عطورة يا ملف الغيم مسطوح العين. أنا من فوق بالصوت والصورة بغني وبزيد عالصهرة عين. كل سنة مرة مش حلوة. كل سنة مرة يا ويلاه والله هيك طاولة وهيك عشب كله يا هلا بهشام حبيبي القلب يا هلا بالخي الله يديمك. شو بدي احط له احزر شو بحس احلى شيء هشام احزر شيء بحب سوشي لا انا باكل في محل سوشي انا باكل شرقي اكثر من الغربي. هذا سوشي غربي بس بحبها حديثا بس بعشقها السوشي انا كل ثمار البحر كل شيء ثمار بحر دون منازع ناي بتاكله انه بتحس انه الجسم بحاجته ولا بتحبه. على سير خبرك الخبرية كنا من فترة كنا بأبو ظبي عند حبيبنا الكبير الشاعر أسعد زعروب يلي طبعا بحييه عرفناك عليه موجود معنا وكتب لنا هيك كم بيت اللي سمعناكم اياهم حلوين. بنتصيد سمك بأبو ظبي بتطلع السمكة صغيرة هالقد نعم هذا بسموه شو السلطانيات بزري ايوه عم والله يا علي عرفت اكثر منك منك انا بكلها نيه هيك تعمل بكلها حسبي اوه شغلي ولك صب هلا شو بدك اول شيء بدك تضرب سوشي بيني وبينك الضلع المحشي دون منك اهم من السوشي بذكرك بليلة الميلاد طبعا بدي اكل هيدي احلى من ليلة الميلاد الليلة والعام وبيحطوا لنا سلطة قصبت عيني فيها خورنا هلا انا وعنك كنا عم نحكي طويله انا شو خاصه كنا عم نحكي قبل ما نسجل الحلقه انه بس نجي نغني ما بنكون اكلين يا عيني عليك ضل خفيف شو بتحب الصلاه عندك خالف لك سلطه ولا طبيعه حتى باكل طبعا حبيبي تفضل يلا حمشان في خبز محمص كمان اذا بدكم مع الفتوش شوي صغيره سلم هالايدين متجننه ولك يا اهلا يا اهلا صحتين خلينا اياكم الله يديمكم يا معايشين لك يا هلا لك يا هلا عدنا بلا عشاء لو ما نجي لهون ليلي تعشيت وجيت لعندك؟ لا يا عيب الشوم عليك لو تعشيت ما بدي اكل عم ناكل ونغني صح هشامو حبيب القلب هاي وحده بس بزياده هلا لا 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 بس نخلص تصوير بدك تاكل اجباري عنك حط له ضلوع ضلع يلا خي بقول لك شغلي اعطيني صحن الطبخ وطبخ الام لا والله يعني هلا قد ما كان انا فكر جوزك بيحب شي... اكل مثل ما بيحب اكل هيدي ساله والله بدي اساله طلع المحشي سألو. انا بكلها شو بوصيها لامي توصاي عليها لانه صايره كريس ما عصام برد له قلبه لانه طيب كثير يا عم طيب قال بقى تحكي حديث هاتي لك لك الضلع وام عصام بدي شيل ضلوعي وضوي لها شمعت شوي ايوه سمعنا اياها هشام يا ضلوعي والله يا مايسترو وين المايسترو يا مايسترو ضلوعي بس زين علوش هلا والله بدنا ناكل له معلش غريب حرام عليك ما ياكل زين عم يحكي عن امه بده يخبرني عن امه يا جريس بدك
تشيل ضلوعي وضوي لضلوعي شمات، بدي كل الورد الأحمر جمال بان، بدي أنا بليلة عيدة اهديها القمر بيدة، صدقني مش عم زيدة إذا الله طعاني، بدي شيل ضلوعي وضوي لضلوعي، بدي كل الورد الأحمر جمال بان، بدي أنا بيلي تعيدة بديها القمر بيدة، صدقني مش عم زيدة الى القتال. عسيرة ام عصام، عسيرة عصير الضلع، عسيرة ام عصام، عم اهلك بدنا ناكل، عم اهلك الزلمة عم ياكل، بدك تطلبي هلا بيقل لك الضلع، عملت غني بتقيه ما انت كل الليل كل كلمة جينا على ذكرى بالحديث تغنوا غنية منيح، طيب يطلع لي مرة فتحت لك يا جريتي بيطلع لي كل مرة يا الله. تحية عمري انت يا برني تم مثل العصفور الدوري، برني تمك انا كل يروح خيي اما خياطة ما يا عيني ما قلت لك انت بتعرفي فترة خير من عصام من وين بدي اعرف يعني شايفك مبتعرف لا ليلى عرفت حتى جدك علمونا صوته حلو كمان حتى نحن وصغار علمونا شو لنخيط صوف نقعد حد البابور علمونا نخيط صوف بالصنارة تخيط بدلي وكذا وامك هيك بدلة صوف بالصنارة كنزة جيليه هيك امك شو تخيط بدلات كان زيت تيارات للنشط كام صحتين كثير كانت شاطره الاول بدله لبستها من امك خيطت لك هي اول بدله يا عمري قاد ما احلاها شفت لو انا سالتك هالسؤال ولك تخبرني وقفت اكل بعد اللحمه بده ياكل شوف بالشوكه بس طيب كثير ها ما عم تشوف بالشوكه اول بدله طلعت فيها على المسرح مع البابيوني امي حتى عملت البابيوني يا عمري ايه وحياة الله بدي وقف أكل. الله يخليها بصحتها امين كان عمري 13 سنه ونص اجى خالي كمان بوجه له تحيه كان عنده صديق بغني واخذني على مطعم لاول مره غنيت فيه وين؟ ببلونه هون بكسروان وطلعت غنيت واجوا اهلي واخوالي ويعني القرايب انه عملوا طاوله كبيره يشجع وتغني كنت هيك ولد وشوف شو انفتح شامبانيا وشو سبحان الله الصوت من الله من ربك ما حدا فيه تعلم في ناس انا تعلمت درست بالكسيك كويس اذا صوتك ودرست على العود نسيت جيب العود معي لك اللي بتجيب العود درست العود وعزفت وبعزف كل يوم على العود بس الصوت وهبي من الله ربك طبعا كعيني عليه اذا ربك ما اعطاك صوت تروح تروح لعند بيتهوفن ما راح يقدر يسوي شو شو لا اليوم في كل شيء بهذا الموضوع كل الناس بتغني وشو ما كان بيغني اذا ما في صوت حلو انا ما بحب صوتك ان شاء الله تكون بروفيسور بالمغنى تتعلم الي اوكي بتتعلم عزف ايه لا عليه بس اما هذا في شيء موهبه هيدا يعني الله انا بقول لك شغلي يعني وديع الصافي الله يرحم روحه الله يرحم انا بحس انه في سبحان الله 100 الي هون خلق 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 ابو استاذ وديع انجر لا تتكرر فامك عملت لك بدله وعملت لك بابيون يوم الحفله وهذا البلت يا الله توكسيدو ستايل يعني خيطتهم كلهم عائده عائده شوف شو طلعوا شغلي شغلي انا شد البابيون انا كنت تلبس انت كنت تلبس بابيون الا خلقتني بك ايه لا بس بلشنا نغني صرنا نلبس بابيون قبل 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 لا ولا بدله ولا شيء انا حزيت شو صار فيني انت الله بعت له مين يخيط له لك هي بس بدي احكي قصه بتقوم بتغمى الله بعت لك مين يخيط لك والله انا هشام لانه كل خبر يا شو انا حزرت شو انا شو. امي خياطت يعني ما خياطت بدلات خياطه خياطه تخيطنا البيجامات تخيطنا بتعرف بيجامات القديمه ما يعني الزرار هون الجيبتين هيك هودي احلى بيجامات ما هودي كانوا تخيط لك اني ومطيط تحط مطيط من هاي طاوله وتدكهم بال يا عيني عليك بالدبوس بالدبوس هذا يلا تدفشوا لك لا انا وياه مطيط
يا لطيف شو متقاربين. فالمهم صرت مطرب، والمطرب بده بدله، لازم يلبس يا بدله يا بليزر، بده يلبس جاكيت لحال يعني. نزلنا لعند واحد، وصلت لعند واحد، انا ما لبست بحياتي، انا بحب الجينز بحب، بس ما بعرف شو بده. طيب قديش كان عمرك؟ ايه صغير وما بعرف، ما بحب يعني، ما كنت احب انه هذا اللبس ما بحبه. فوصلت لهونيك لقيت عنده يا شباب بليزر لونه زيتي على اخضر حشيشي من هاللون، والله من هاللون. ورحت وعنده بنطلون عجبني اسود باللبس يعني، وقميص اسود. البنطلون والقميص طلعت لغني يا شباب كاني محكوم اعدام. القميص ضيق، البنطلون زين، شو بلعوا لبطني حلو هيك. وقت اللي بدي بكر البنطلون اطلع على الحفله انا عم غني، اذا بدي شد شوي قطع الزر كل الحفله بدك تغني. والله قضيتها في شي ثلاث شهور لهالجاكيت الزيتي. بتتذكروا شباب؟ بتتذكروا الشباب يا شباب؟ لك رامي وحبيب وين عندهم؟ رامي وحبيب وينهم؟ رامي وحبيب جايب لك جوز. اطيب رجاله، اطيب شبين بالعالم. ليك هذاك بيدفشوا مشان ليش عم تدفشوا للزلمه؟ اهلا اهلا شباب حبيبي، مسيك بالخير اساسا، بفوتوا عن المشكل الشباب. يلا يلا كفايتين في صدور عم ينقطع. لا مش احنا، بدنا نبين احنا هلا قدامهم يا حبيب قلبي. مش احنا يا اهلا، يا اهلا بالشباب، يا اهلا وسهلا. لك يمسيكم بالخير يا شباب. بدنا نغني، مش رح ناكل والله، مش رح ناكل. ليش؟ انا بحبه كثير لهشام، جارنا، هو من عنطوره وانا من العقور، وبعز كثير على قلبي وقلب العقور وحبيب قلبي. كل سوشي لك الحبيب، انا شبعت من شافته اليوم والله. شوف لك كل الحبايب والقرايب واهل المنطقه. ايه ايه ايه. كيف لك لم الشمل والاحلى؟ انت ابو انطون؟ ايوه انطون. استاذ هشام من وين؟ انا من جزين. يا هلا فيك. طب دخيل ربا احلى جزين واحلى جنوب. لك العيب جزين يا خي، ليش بتحبه اكثر مني؟ بدي اعرف. مبروك مبروك. بدي اعرف. ولك اوقات عم تنتصر عليه، راح تموتني. بدك تنتصر. قول يا عيني للقعقور مثل ما قلت يا عيني لجزين. يا عين تيني، يا عين تيني. جاي زايد على علي، جبته معي اليوم. شو صار؟ احكي له شو صاير. بدك تسمع خبري؟ ما نسمع. سامع ببساط الريح؟ شو؟ نعم. السجادة صغيرة هاي، بتعرف هاي ببساط الريح. مش كذب على العالم يا زلمة. خليك معي دقيقة. جاي على بساط الريح، انا ماشي بالسما بالجو كله، الفضا كله الي وملكي، ومش الدنيا كلها مش سيعتني. ايه. بتلاقى بعمك رامي مقطوع واقف ناطر سيارة اوتوستوب، ما بعرف شو ناطر. وين؟ ورا الغايمة. ورا الغايمة. وقفت قلت له شو قصتك يا خلفاء بالجو هاي؟ ايه ورا الغايمة. اخرط شب العالم. لا والله. انت الاعور بريئين منك. ومن اخبارك ومن فيوليتك. ايه. لا وقفت على بساط الريح. وقفت وقفت. ايه بدي اقول الشباك فريم الايد. اوكي. خبر خبرية بتتصدق يا حبيبي؟ شو قصتك يا رامي؟ قال يا خي واقف قال لي ثلاث ايام هون ما حدا عم بيشيلني. قلت له اطلع وراي، معلش يا خي رح شيلك اليوم. هلا جابوا معك على الطريق؟ جبته على بساط الريح ونزلته لعندك الليلة. قلت له رايح لعند علوش. مبروك. خراط خراط كبير كيف هلا بتسمع؟ خراط خراط والله خراط. يلا عبساط الريح المرفوع حملتك طفل ودلعتك، عبساط الريح المرفوع حملتك طفل ودلعتك، بالجو اشعتك مقطوع شفقت عليك وطلعتك، بالجو اشعتك عليك وطلعتك، يا ما بالجو مقطوع شفقت عليك وطلعتك. اوف 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 علسانك حاملني وصرت تبرم في الكون مليح،
ولما بحمل الكذب طرت لسانك صار بصوت الريح وعيت امبارح من حلمي وشفت الكلمة بالظلمي حلو حلو يا حبيب وعيت امبارح من حلمي وشفت الكلمة بالظلمي عملت لساني بصوت الريح وعلساني حملت الكلمة عملت لساني بصوت الريح وعلساني حملت الكلمة عملت لساني بصوت الريح وعلساني حملت الكلمة اوف 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 لسانك بالشعر حصانك وإذا بتصون وصانك ما هيك بتقول لسانك أبو الدود بيبي هي عيدي هن لسانك معك أنا معك لك شو طول بالك أنا ما أنا اللي معه أنا معه زلمتي دغري قلبت إيه بقلب أنا دغري بتقلب أوف أوف روح لسانك بالشعر حصانك ولو صمت الكلمة صانك أيوة لما خنت الكلمة صار يخونك بالشعر لسانك ولما خنت الكلمة صار يخونك بالشعر لسانك ولما خنت الكلمة صار بالشعر لسانك ضليتك تتحداني وبلسانك تهجي لساني بقص من لسانك مترين وبترك لك سبعة ثماني بقص من لسانك مترين وبترك لك سبعة ثماني بقص من لسانك مترين وبترك سبعة ثماني بصدق لساني شردقتك وبالبارود خردقتك بصدق لساني شردقتك قصه لتاخد وقتك يا عيني هند يا ادمي يا عيني وخلي سبعة ثمان امطار بعلق فيهن مشنك أو خلي سبعة ثمان امطار بعلق فيهن مشنك أو خلي سبعة دموع الفرح دموع الفرح أوف 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 إذا بيضل بيحكي للصبح فزنا عليه خلص 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 أنا هشام معي هشام معي خلص ولك حتى الفرحة ترافقني والبسمة ما تفارقني حتى الفرحة ترافقني والبسمة ما تفارقني ولك شنقني بخصلة شعر جراس وبلسانك ما تشنقني اشنقني بخصلة شعر جراس وبلسانك ما تشنقني جراس ما بتطلع فيك ومن ضحكتها بترقص لي من غمزة صغيرة بترميك بتستكتر فيك الخصلة ومن غمزة صغيرة بترميك
قراس الحرة بتقديري حلوة وفرفورة صغيري الله ولك هي ماتت في وانت ان شاء الله تموت من الغيرة وهي ماتت في وانت ان شاء الله تموت من الغيرة يا بهي ان شاء الله تموت من الغيرة اوف 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 اجراس بتعجبني وما خنت اجراس بتعجبني وما خنت نظرتها اللي بتجذبني ولما رح تعجبها انت رح بتبطل تعجبني ولما رح تعجبها انت رح تعجبني ولما رح تعجبها انت رح حبيب ورامي بميلي يا عيني وعلوش الهادد حيلي الله الله والليلي مع هشام الحاج رح تطلع أحلى ليلي والليلي مع هشام الحاج رح تطلع أجمل الليلي مع هشام الحاج رح تطلع أحلى أحلى ليلي مع علوش وخصوصي كلنا منقوش نعيش أحزن ليلي مع علوش وخصوصي كلنا منقوش وبعد الحلقة بدنا ناكل ونقشن مثل القشوش وبعد الحلقة بدنا ناكل ونقشن بعد الحلقة بدنا ناكل ونقشر مثل الله يعطيكم العافية الله يسلمكم ان شاء الله يطول عمرك يسلمكم يا حبايب يلا يعطيك العافية يا الله طول عمرك الله يسلمك ثاني مرة والله متشرف يعطيك العافية بس لأنه عندي مبروك مبروك تفضل تفضل مش حنسلم على نسلم بعدين سلمت امه الشباب خلينا اياك استاذنا اصعب لحظة بلشت بداياتك الفنية شو كان اصعب لحظة يا ويلي استوديو الفن دون شك اول حلقة جيت على استوديو الفن كان الشعور مثل واحد يعني امتحان كبير جاي تعمله كل اعصابك بتنهار كلك بترتخي من فوق لتحت نعم مسؤولية كبيرة أساتذة كبار الله يرحم الأستاذ زكي نصيف الله يرحم الأستاذ وليد غلمية طول بعمر الأستاذ روميو لحود كانوا لجنة الحكم ست ماجي فرح من حيها كمان طول عمرها أمي سكر وجوه كبيرة من نعم وجوه تجي أول ما بدك تقدم بتحس نص صوتك اختفى هيدا النهار ما بنساه وبعد ما بلشت وصرت تسجل اغاني مرقت عليك صعوبات بموضوع ولا فورا لقيت النجاح اي فورا واي مورا واي هلك شرفه اول ما بلشت ب 94 بعد استوديو الفن لما شفت شو تمنيت عملت البوم ست اغاني سجلتهم نعم الله يرحم الاستاذ جورج يزبك اخذت منه غنيه غناها الوصوف سلطان طرب مهلك تمهل يا ملك كمان بهذا الالبوم من بعدها انا فت على الجيش كان هو سجلها رجع مره تانية تلفنت هاي خبريه نكتي تلفنت له قلت له مرحبا ابو وديع قال لي اهلا قلت له انا هشام الحاج بغني بعد جديد تعرف قال لي اهلا حبيبي قلت له الغنيه مهلك تمهل يا ملك لالي قال لي اجوا علي غني ارضى بالنصيب حياة الله وديع بجنن محييك قال لي غني ارضى من النصيب قلت له بغني ارضى من النصيب قال لي غني ارضى من النصيب يا الله يا الله شوف شو شو عنده لكن الانسان فينا اذا ما مرق بصعوبه لا يمكن ينجح الصعوبه كانت بدفع المصاري مش الصعوبه بانك بالانتاج تروح على الاذاعه لتحط الغنيه أو بعدك طالع من استوديو الفن شايف حالك انه انت ناجح ومع ميدالية ذهبية وصل على الاذاعة يقول لي ايه ولو كان ما بيعرفوك الناس لو كيف ما بيعرفوك بدك تدفع مصاري ايش ايه لحتى تسوي تبقى مجمعهم انت هيك يا حرام تدفعهم اخر بتذكر اخر اذاعة يعرضوا لا ايه بس تدفع ما تدفع
هو بألف نعمة عني أنا. أنت ما فيش إذاعة كتير. لا أنا لا في إذاعة. أنا رحت على الإذاعة قال بدي 500 دولار. أيوه. إذاعة كانت عندنا بسوريا. ما قلنا لهم تكرموا 25 ألف ليرة سوري، قلنا لهم هي 500 دولار. بالضبط. 25. هاي قد ايه بتعرضوها؟ قال 21 يوم كل يوم سبع مرات مدري. أخ دخيلة أنا بحياتي لا طلعت لي لك على ميكروفون بطاطا ما طلعت يعني بس شيء يسمعوا العالم عنه. اخذوها الغني قال هو سمعها بتعرف شو ببعث لي خبر قال لي شو هذا شو الحصوده قال لي شو هذا خواريف ورعياني وابو فهد وعلى المشفى شيل من هون واذا بيعطيني بتقلوا للشريط ما بنزله للغنيه لك الله يوفقك الله يخليك ما كان ينزله وحياه الله لك خذ اجارك يا حبيبي اذا بتريد بمصريات قال لي لا الموضوع قام بعد كان جديد قام بعد شي 20 يوم شهر زمان ضربة الغنية صار قال اعطيني اياها الي وخذها 24 مرة باليوم ببلاش قلت له اذا بتزيع 500 مرة ما اعطيك اياها الغنية ممنوع تزيع هات لنسمع بقى شغلة والله ملينا من الحكي يا هاتي شامو انا بدي سمعك اهل البنية هذه غنية يعني بحبها كثير يعني من اغاني المعروفة انت احزر شو انت متعلق بتراثك كيف لك يعني انا بحب لبنانيتي بحب بلدي غنيت كثير للبنان وبعد بنغني وبنضلنا نغني مثل ما انت بتحب بلدك طبعا 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 الشاعر نزار فرنسيس ولحن حبيبنا رواد رعد وتوزيع الكبير كمان هادي شرارة هلا الليلة عزفا لايف المحبة وحروف الغنية سيوف الكرامة وإعلام الحرية بزلوا عالدبكي حلوة الروح بشالة والقمر جن ما كان فيه طالة الحلوة معالة على لبنانية
هلق كنا حمل الميكرو عرف حاله لا لا هيك لا هو حفظ هلق غني لي تغني لك هي كانت كل الحلقه شو غني لك غني لي كله غني لي لك حديثك مثل العسل عم يدخل هون ها تسلم هذا من ذوقك ومحبتك والحب حبك لضيعتك وحبك لأصالتك وحبك لجذورك هذا الشيء أنا برأيي هو سبب له سبب كبير بحب الناس لهشام الحمد لله الحمد لله وعشقك لأهلك وبساطتك هذه البساطة يعني بيطلع من تياب وبيبرد يا علي أنت بتعرف يا عيني علي خلقك لك يا عيني عليك على أساسنا ما بنستحي من أساسنا من هي يعني لبنان كله كله ضيعة نعم واساس الفن اللبناني ضيعه ضيعه جي يا عيني عليك ومدرسه الرحاب حي الضيعه جيه مدرسه الرحابني واستاذ وديع واستاذ زكي وكل اللي ذكرناهم والله يطول بعمر الطيبين والكبار كله كانوا عن الضيعه واجوا من الضيعه وانتشروا بالعالم كله يا عيني عليك هات لنشوف يلا يا علوش بدي اقول له هيك شيء بيت 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 يعني لنبلش هالفقرة من حبيبنا الكبير أسعد زارو بهيدا يا علوش غني وبالصوت علي تنشيل من هالصدر ألف علي وعلي يا علوش غني وبالصوت علي تنشيل من هالصدر ألف علي وعلي يا 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 علي خلى حروفها تنق الدنايا غني عتبة تاني سلي فاعضينا وغيري يا روحي يا روحي عرج بسيرك وغيري لعند اللي أنا ضيف وغيري المعندو المعندو للطرب نخوي وغيري مثل بعض حضور والغياب الله عليك يا زين الله يا زين سودا عبيني بس يبيضك لو بينا سودا عبيني Oh, 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 oh,
اللي يا ليالينا وعودي تقصم لك على ناي اللي يا ليالينا وعودي تقصم لك على ناي وعودي وعدتك يا علوش وانا بوفي وعودي بوعودي بجو الهنا وجو الطرابة مرة 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 وعدتك يا علي وعدتك يا علي وانا بوفي بوعودي بجو الهنا وجو الطرايا يا أسرع من الديب واسيب أتاني أسرع من الديب واسيب وصرت اشتم ليالي العسر واسب هاو لجدك أنا هيدي هالعتابة لجدك إيه جرر بابي تركونا انا وياهم اتاني اسرع من الديب واسيب وصرت اشتم ليالي العسي يا رواسي انا راحل انا راحل يا هالعربان واسيب الغنم وانك طعملت يا 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 الله يا سير طلوا وحلوا بالقلوب احبابنا طلوا وحلوا ندهتك تور دريامك عميتي ندهتك تور دريامك عميتي شردتي والنظر عني عميتي اوف ندهتك تور دريامك عميتي شردتي والنظر عني عميتي حلو حلو اوف ولو اني كون ولو اني كون عم بنده عميتي كنت بتأمل ترد الجواي را
شمشة عيونك علمتنا الشيطان ومشيت عيوني علمتنا الشيطان العتابة مثل هاي العتابة حنون حنون احكي قصة اسمعي لهالقصة على الرمان على الرمان تنشر من شفتها على الرمان تنشر من شفتها شرت تلتين عقلي من شفتها طلبت المي وسقتني من شفتها عسل مقطوع والباقي رضايا اوف من البوسات برطلتك بنتفي بنتفي جناح صار وطمعت بنتفي باطل قلبي تاني كون اذا مثلك بنتفي عتاني كون قررنا ازاي يا بعد اماني 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 الدنيا والفراعية اماني يا الدنيا والفراعين الدجلي عين صارت والفرعين مثل مثل موسى لأعمل والفراعين وعصا دم تقطر عن بوائي هشام طفولتك عشته وما بدك تعيشه لابنك شو اللي عشته بطفولتك ما حابب تعيشه لابنك اللي ما بتمنى ما يحضر مشاهد اللي حضرناها نحن اصلا يعني هذه مش مستحبه ابدا الحرب والهريبه وكيف كيف كنا يحملنا بي نحن اولاد تحت باطه ثلاثة أربعة وشيلنا هيدي القصص بعهد أولادنا وهذا اللي عم نشتغل عليه نحن اليوم عم نجرب أنا ما بتمناها ترجع بس بتتذكرها عشناها أكيد أنا اليوم رح يصير عمري 39 سنة يعني هلا عشتها بعزة هذا اللي ما بتمناه هذا الشيء الوحيد بعد ما تبقى كل الحلو والمر وهالذكريات بعدني ابني بياخده على الضيعة بعدني بطلعه على الجرد بدي الحلو بدي الحلو بعدني بخليه يتعرف على الصيد يتعرف على الطيور انا بتاخده هلا شو لكين هذا الحلو اللي عشته بتاخده بتعيشه ست سنين تاخده على الصيد شو لكين يا عيني عليك هلا بخليه لا مش ياخده على الصيد يعني يعوز بالبارود الكبير لا يصطاد على الدبر يبلش يشوف يتعرف يطلع يصير عنده هالعنفوان يقوم الصبح بكير جريس ما بتحب العنفوان مين قال لك بتعلمي لابنك على الصيد لا هلا بحس انه ولد يحمل سلاح شو عمره ابنك صف شو 9 سنين حلو يحمل بارودي يعني انا بارودي صغيره 12 رفيع او بارود تحبي او بارود تحبي بعد انا لأمي بكير ما بحبه والصيد ما بحبه الطفل هو بيو هي هي بيو خير انا وياك انا بدنا نحب الصيد ونحب الجيجر ونحب الخويري ونحب الغنمات ونحب انا بحب الارض علو ولو انك بتحبيها زقفولي روعية وطنية طبعا ان شاء الله بكون رجعتك بهالحلقة لمحل لمطرح انت كنت تحبه كتير بالفعل بالذكريات انتو عم تحكي بترجع هيك فلاش باك بسموها بالرجع لورا ايام نحن اليوم بنشتاق لها
شو بتحب الكنافي ولا بتحب يعني الدبس بالحلو ولا وراحة؟ مش اصحاب انا والحلو الكنافي بكلها عالترويق الصبح ايوه تفطرة ايام بقصد انه اليوم كنافي واوقات مرتي بتعمل هيك كنافي على ايديا طيبين يعني بتلفها بخبزه من ايديك يا مارلين ومش بي حطي له خبزه مش بيقطر كثير بلا خبزه بلا خبزه هي اول مره بكون يعني ما باكلها كثير بالله رح اكلها كرمال عيون لا بدك تاكل بايدك والله لا والله بايدك لا وحيات الله يا علوش بايدك خلص يا زلمه وحياتك وحياتي هشام شو عم تحدث جديد هلا هلا نزلنا يا عمري وصورنا حبيبي علوش بزياده هول قطريت لك كترهم يا عمري طبعا بدي اشكر شركه الفارس على انتاجاتي كلها شركه الفارس حبيبي والشباب كلها استاذ لويس بشعلاني استاذ جوزيف بشعلاني حبيب قلبنا الكبير اسعد زعرب كمان وبدي اقول انه الغنيه كلمات هيثم ترشيشي ولحن عادل عراقي وزعها توني سابا وصورتها مع عمر بشعلاني ايه عملنا الرحمه العراقيه سمعتها باستديو انا وياك أيوة. قلت لك غنيه قلت لي هيدي حلوه غنيه اليوم التركيز بالمغنى نحن كفنانين على الاغنيه الايقاعي ولا على الفلكلور ولا على الرومانس على مين اليوم شوف التركيز الذوق لا يتشابه ابدا الناس ما بتشبه بعضها انت بتحب الدبكي انا بحب الكلاسيكي هداك بيحب كل شخص عنده لون معين هلا انا بقول الحلو حلو شو ما قدمت صح حلو قدم حلو بيوصل للناس حلو صح. يلا يا عمري مايستر يا عمري حتى البكي ما يجرح عيونك عنك انا ببكي بكرا الوان بفرح ظنونك حبيبي لا 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 تشكي يا عمري ما جيت اليوم اكيد بشوفك بكره كرمالي لا تشيل هموم عدي شوي للعشرة يا عمري ما جيت اليوم اكيد بشوفك بكره كرمالي لا تشيل هموم عدي شوي للعشرة ومهما غيابك عني طول رح بتضل حبي الاول مهما غيابك عني طول مش قلبك وحده اللي تحمل عم تاكل قلب الحسرة يا عمري ماشيين اليوم اكيد بشوفك بكرة ماشيين اليوم لك اهلا بإشار يا عمري ماجيت اليوم اكيد بشوفك بكرة بعرف ما بتنام الليل انا بمال وانت بمال بعدي عنك هد الحال ويلي شو صعب النطرة ما بتنام الليل انا بمال وانت بمال يما يا يما يا يما مش قلبك وحده اللي تحمل عم تاكل قلب
نشيد اليوم أكيد بشوفك بكرة نشيد يا عمري مجيد اليوم أكيد بشوفك بكرة بعدين بكرة بيفرح دمع العين والله زعل قلبين ينتهي بأول غمرة بكرة بيفرح بيفرح دمع العين والله زعل البيت بينتهي بأول غمرة خليلي على اللي تحمل عم تاكل قلبي الحسره يا عمري